إياد الجرس بتاع البيت بيرن، قوم شوفني. حاضر يا جماعة، قوم اشوفني. ده محمد ابن عمته يا جنى. محمد ازيك، عامل ايه؟ الحمد وحشتني لله قوي. يا اياد والله، وانت وحشتنا اكتر. فينك كده من زمان ما شفتكش، اخبارك عامل ايه؟ استنى انت، هو انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كده هتدوا نفسكم وهتضرونا معاكم. انتوا مش عارفين ان وزارة الصحة منبهة ممنوع ان احنا نسلم على بعض او نبوس بعض وانت خارج من غير الكمامة بتاعتك، وانت طهرت ايديك يا محمد؟ مش انا افكك تطهري وكمامات ايه يا جنى؟ لا يا محمد، انت هتفضلوا تقولوا كده لحد ما واحد فينا يتصاب. استنى يا محمد، انا هروح اجيبها لك. واجي وانت كمان يا اياد. شكرا يا جنى. اتفضل يا محمد الكمام. وانت كمان يا اياد، احنا لازم نعاون بعض ولازم نساعد دولتنا. الاطباء والتمريض دايما بيسهروا وما بيروحوش بيوتهم ولا بيشوفوا اهلهم عشان يعالجونا، وانتوا دلوقتي هتطلعوا عشان ان انتوا تزودوا الاعداد. لازم تقعدوا في البيت وما تطلعوش غير الاوقات الضروريه، ماشي؟ حاضر يا جنى، انت عندك حق، انت كلامك صح يا جنى، وانا غلطان. بعد كده ما عدتش هطلع من بيتنا غير للضروره. ماشي. وانتوا كمان يا اصحابي، الزيارات في الوقت ده ممنوعه وما تخرجوش الا للضروره. احمي نفسك واهلك وبلدك واولادك، وربنا يحفظ مصر. كان معكم جنى صبري واياد صبري ومحمد عبد المنعم مع تحيات برنامج صوت بلدنا.